أن عودتي للتاريخ في رواياتي هي محاولة فهم التاريخ، ومحاولة فهم كيف أسهم هذا التاريخ في تشكيل الإنسان العماني. دلشاد وإنبدت حكاية الشخصية الرئيسية التي حملت عنوانها الرواية، إلا أنها ليست فقط حكاية دلشاد، بل هي في الحقيقة حكاية المدينة، مدينة مسقط. مسقط بالنسبة لي هي مدينة ليست فقط مدينة عريقة، هي مدينة أم، هي مدينة حقيقية كاملة متكاملة، وأنظر من التاريخ من خلالها، وأنظر عبر التاريخ إليها. لذا فدلشاد إن ترجمنا اسمه كان القلب الفرح، فمسقط هي ذلك القلب الفرح أيضا بشكل من الأشكال. بالنسبة لي هي مدينة الحكايات، وإن كنت سأدعوها شيئا فسأدعوها شهرزاد، لأن من داخل مسقط هناك توالد عجيب للحكايات كألف ليلة وليلة. مسقط كونتها كل هذه الظروف التاريخية، وكونتها طبيعتها الساحرة، كونتها هذه الجبال، حتى الحر هو جزء رئيسي في تكوين مسقط. أعتقد أن كلما نظرنا في تاريخ نشأة هذه الأجيال التي سبقتنا، نستطيع أن نفهم ونقارب رؤية أوضح عن أنفسنا، وأيضا رؤية عندها قدرة على الاستشراف إلى مآلات المستقبل. المرأة العمانية برأيي أنا الشخصي كان دائما قوية، وكان دائما تتحمل مسؤوليات، مش فقط مسؤولية نفسها وبيتها، وفي أحيان كثيرة كانت تتحمل مسؤولية البلدات والقرى التي كانت تعيش فيها. فالرجل العماني على مر التاريخ كان منذورا للهجرة، سواء طلبا للعيش أو للتجارة أو للعلم. فالنساء العمانيات هن من قمن بالمسؤوليات كاملة في قراهن، وإن بدأ شيء من الضعف على المستوى، نعتبر أنه على مستوى المظهر والخارج، فذلك بسبب أن الرجال عادوا إلى أماكنهم، فوجدوا نفسهم أولى بتولي مهامهم، حتى أنهم أنكروا على المرأة قدرتها وقوتها. لم أكن أعرف أن العالم خلق محمولا على أكتاف الآباء، وأن السماء تسقط متى ما رحلوا، وأن الحياة، كل الحياة، تصبح خالية إن خلا منهم المكان، وأن نظرة العتاب في عيونهم ما هي إلا دروس قصيرة تمرر بين القلب والعين. ولم أكن أعرف أن الساعة التي فصلت بين تقبيل كف أبي ذلك الصباح وغرق السفينة هي آخر ساعات الهناء، وأن ما بعدها من عمر سيكون شقا، كله شقا. Thank you.